شادي شادي وين شادي يا مشرمي. احنا المجلس نقاسيو منه من مده طويله، المجلس قدمنا له عشرات الشكايات، مئات الصفحات، المجلس ما تفاعلش معنا مطلقا. المجلس ثبت بالكاشف انه يعني متواطئ بشكل غير مسبوق مع قضاه الجهاز السري لحركه النهضه. اليوم نحب نقول لكم معطيات جديده متعلقه بالمدير العام لأريد في تونس. منصور راشد الخاتم. بعض القنوات، بعض ملكي القنوات لندرة الأموال المالية أو لندرة الإشهارات بصدد توصيه أعضاء هيئة الدفاع أنه بربي ما تنزلوش على أريدو. نحن باش ننزلوا على كل واحد عفس على تونس واعتدى على سيادتها وحطها تحت رجليه وحطها تحت رجليه. في 2016 وقت خرج المجلس على القضاء ولا قانون أساسي وتكون المجلس على القضاء وبعد الانتخابات قدمنا، بدينا نقدموا في شكايات اللي هنا، نجوا لهنا نقدموا في شكايات تقريبا معدل شكاية اثنين كل شهرين ثلاثة. جمعنا على مدى سنوات معناتها السكان نتاع شكايات تقدمت للناس هذوما، لم نتلقى منهم يوما لا مراسلة ولا تصريح ولا رد ولا جواب ولا نتيجة ولا حد شيء. نسألوه يقول لك انا عديت من التفقدية. ايه وش صار فيه؟ يقول لك تو التفقدية ترسلكم وكيما ترسلناش التفقدية. يقول لك هذاك هو برشوف. اليوم المجلس وصلت به الحالة انه يتعمد تفخيخ قرار إحالة بشير العكرمي إيقافه عن العمل وإحالة ملفه على التأديب، يعني بأخطاء إجرائية بسيطة حتى معناتها طالب في سنة أولى حقوق ما يعملهاش. اليوم تفتح 4 ملفات تحقيقية في حق بشير العكرمي. اليوم بشير العكرمي محل تحقيق في 4 ملفات، و4 ملفات متعلقين بالاغتيالات السياسية. والمجلس هذا للأسف الشديد هو الحكومة الحقيقية لحركة النهضة اللي كانت تحكم بها في تونس. لأنكم تعرفون جميعا أن الجمعيات المورطة في تبييض الأموال والمورطة في التسفير والمورطة في العمليات الإرهابية، تعرفون جميعا أن هذه الجمعيات هذه تمت حمايتها قضائيا لسنوات، وإن توصلت بعض الحكومات ولا بعض رؤساء الحكومات إلى تعطيل نشاطها المؤذي لسمعة تونس وسيادتها واستقلالها فإنها لم تتوصل إلى متابعتهم جزائيا. خلال 5 سنوات كانت تجي مشكيات وكانت في تآمر مع سيطرة حركة النهضة على وزارة العدل وعلى تفقدية وزارة العدل، تم إخماد الشكايات اللي قدمناها ودفنها، وبل وحاولوا في أول مرة في تقرير صغير حاولوا أن يبرئوا بشير العكرمي. جاءوا تفقد وقالوا له تفقد صحيح، جاءوا قعدوا نصف ساعة في مكتب بشير العكرمي ومن بعد قالوا له خدمتهم رجلة. تفقد في حجم بيرو متاع مكتب بشير العكرمي عملوه في نصف يوم وقالوا له رجل. فالمجلس العام للقضاء ملي تعهد بملفات الاغتيال السياسي حاول ان يطمسها ومنعنا من انه نوصل لكشف حقيقه فيها. مهما كان اللي يحكم، مهما كان النظام، مهما كان الرئيس، ومهما كانوا القضاة، احنا مواصلين في كشف الحقيقه.